مديرية الأحوال المدنية أولى المديريات الخدمية التي عادت للعمل في مدينة معرة النعمان المحررة من الإرهاب بريف إدلب، عربة متنقلة تقدم خدمات السجل المدني كافة، وضعت بالخدمة ريثما يتم ترميم مبنى الأحوال المدنية، مما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم ضمن المدينة، ويخفف معاناة السفر لمراجعة مراكز المديرية في خان شيخون والسنجار وأبو الظهر. هذه العربة الآن وضعت في معرة النعمان لتخديم المواطنين الذين يريدون الحصول على أي وثيقة تعود إلى السجل المدني، يعني لا حاجة لأن يأتوا بالوثيقة من أي مكان، بإمكانهم الآن استصدار هذه الوثيقة من أرض معرة النعمان. تم افتتاح مركز السجل المدني المتنقل الذي أهدته إلينا الإدارة العامة للشؤون المدنية ووزارة الداخلية لتقديم خدمة الأحوال المدنية لأبناء معرة النعمان ولجميع أبناء سوريا الموجودين في منطقة معرة النعمان. مركز بيتضمن جميع الخدمات للمواطنين من استخراج قيود وبطاقة أسرية، بطاقة عائلية، بطاقة شخصية، منح جميع الأوراق والمتطلب بمركز السجل المدني. خطة إعادة الأعمار التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة دخلت مرحلة التنفيذ تزامنا مع استمرار توافد المواطنين لمركز استقبال الراغبين بالعودة لبيوتهم لتسجيل بياناتهم والحصول على الموافقات المطلوبة، حيث بلغ عدد المسجلين ما يقارب 1700 عائلة. عندنا حتى الآن صار 1300 أسرة مسجلين للعودة، وإن شاء الله الجهاز هذا بخدمهم بكل أوراق ثبوتية اللازمة من أي سجل مدني مثل أي سجل مدني بسوريا. جايين ناخذ ورقة مشان إذا دخلنا وطلعنا على بيوتنا، ونتشكر السيد الرئيس على سمحان وتنظيفه، ونحيي الجيش العربي السوري. متأملين كثير بهذه المكرمة اللي قدمها السيد الرئيس ونشكره كثير، ونحن ابن البلد يعني راح نعمرها إن شاء الله بسواعدنا. أنا من سكان معرة النعمان، جايين هلا نقدم طلب العودة بهمة السيد الرئيس. الحمد لله أجانا مرسوم نرجع على بيوتنا، وهلا راجعين الحمد لله. دوران عجلة الحياة ينطلق سريعا في مدينة أبي العلاء المعري، ثاني أكبر مدن إدلب وأهمها تاريخيا واقتصاديا، وسط جهود حكومية في ترميم وبناء ما خربه الإرهاب.